الأستاذ صبار فين هو؟ وأشكر جمعية ألمنا، يعني بصراحة يعني الواحد يعني ما انساش عمي الله يرحمه الحاج إمام والحاج عبد الوهاب خليل اللي احنا اتعلمنا منهم العمل الاجتماعي. وأشكر الأستاذ كمال كرباش عريس اليوم في أشعاره اللي هو قالها لنا، وبالمناسبة القصيدة دي أنا كتبتها سنة 2004 كنا في رحلة مع النهضة النوبية فيصل للنوبة القديمة. فلما شفت بلاد النوبة القديمة، أنا بالمناسبة سنة 59 كنت في النوبة القديمة وكنت في مدرسة عنيبة الابتدائية تاني ابتدائي، ما نسيتهاش أبدا. فلما رحت بالرحلة دي سنة 2004 افتكرت هاجت بيا ذكريات، فكتبت القصيدة دي كانت متكونة من 250 بيت، بس طبعا ده فسرتها في كذا قصيدة. لا، فهنا اللي أنا جايبه دلوقتي حاجة بسيطة، يعني كان يعني لو اتكلمت فيها ده معلق. فالقصيدة بتقول ايه؟ اسمعوا اشعارنا، اسمعوا حكاوينا، لست ابن قيس ولا زهير ولا النابغة الذبيان، في كنايتي صبار من اقصى الجنوب من النوبيان. من 100 عام يتكلمون عن حقوقنا، فأين الحق؟ أين العدالة؟ أين الميزان؟ كنا صم كنا بك، والحق أنطقنا، فاسمعوا ألسنتنا، اسمعوا أشعارنا من الفؤاد من الوجدان. يا نوبة، يا أرض، يا جبال، يا نيل، يا سنابل القمح، يا أشجار الدوم، يا نخيل، يا ذكرياتي، يا أصحابي، يا أترابي، يا أحبابي، يا خليلي، يا رمال، يا أحجار، يا ثقور، يا طيني، يا قصائدي، يا أشعاري، يا ألحاني، يا ألحانا تطردني، يا أنغاما تشجيني. بالأمس القريب كنت مع أخت من النبيان، ركبنا القطار وفي السابعة باكر كنا ببر الأسوان، ومنها بسيارة إلى أرضنا، أرض التاريخ والأجداد والخلان. ونزلنا بسنبل ومنها بعبارة إلى قسطل وأدندان. والمكان، آه من سحر المكان، معبق بالذكريات والحضارات والفرعان. والنيل يجري منها الماء منساب كالدر كاللجين كالجمان. والأرض موحشة مقفرة بالوهاد والجبال والوديان. فوجئنا بسبية من جنسنا ورجلان وفتاة وامرأتان، فجهلت من وجودهما وأكبرنا فيهما الإصرار بالأرض وبسالة الشبعان. فترخرق دمعي وتذكرت طفولتي والأهل والإخوان، وعدت منها وقلبي معلق بها كالطفل للوالدان. ورفعت كفي ضارعا إلى رب العالمين خالق الأكوان، ودعوته من القلب باللسان ومن صميم الوجدان أن نعود إلى واديها نعمر المكان والقرى والبلدان. السلام عليكم.